أعطيت خمسا ما أعطيهن أحد قبلي، بعثت إلى الناس كافة وإلى يوم القيامة. هذه ميزة لي أنا. وإنما كان النبي يبعث إلى قومه، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، هذا اثنين، أينما بحيث يعني أينما أدركتني الصلاة تيممت وصليت، وكان من قبلي يعظمون ذلك. هذا أمر عندهم ما يسوونه، الصلاة لها مكانها الخاص، أكو معبد خاص، سواء كان اسمه بيع صلوات أيا كان اسمه، بيعة أو صلوات أيا كان اسمه، أماكن خاصة تتم فيها العبادة، مو بكيفك بالبيت تصلي، مو بكيفك بالشارع تصلي، ما كان في الشريعة شيء كذي، إلى شريعة النبي صلى الله عليه وآله اللي صارت العبادة وين ما تصير. وكان من قبلي يعظمون ذلك ولا يصلون إلا في كنائسهم والبيع، وأحلت لي الغنائم آكلها، إذا كان في غنيمة حرب من حقي أن آخذ منها، وكان من كان قبلي يحرمونها، النبي ما يأخذ منها شيء أما أنا أعطيت منها. والخامسة هي ما هي، طبعا هني نشوف أربع أشياء، جعلت لي الأرض، البعثة الكاملة، وإحلال الغنائم، هاي ثلاثة، وين الرابعة؟ ساقط من الحديث الشيء الرابع. ثم التأيات النص يقول هكذا، والخامسة هي ما هي، هي ما هي، هي ما هي، نوع من التعظيم، نوع من يعني ذاك الأمر ذاك الأمر، ثلاثا، ثلاث مرات كررها النبي. قالوا وما هي يا رسول الله، شنو هذا الشيء اللي الخامس؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله، قيل لي سل، الله قال لي اطلب، فكل نبي قد سأل، يعني أخبر النبي صلى الله عليه وآله بأن الأنبياء السابقين اطلبوا من الله، أنت هم اطلب مني اشتبي، قد سأل، فهي لكم، ما سألت شيء حق نفسي، فهي لكم ولمن شهد أن لا إله إلا الله، لكل المسلمين، أنا طلبت شيء لكل المسلمين. شنو هالشيء؟ هني الحديث انتهى وما بيّن شنو هذا الشيء اللي طلب النبي صلى الله عليه وآله من الله سبحانه وتعالى لما قيل له اطلب. طيب، حاولنا يعني حاولت أن أبحث عن هذا الأمر كذا هالصوب في مجموعة من النصوص تتكلم عن ما طلبه النبي صلى الله عليه وآله من ربه. هذه النصوص بينها تعارض وبينها أشياء شوية فيها غموض وأشياء مو مقبولة، خلنا نستعرضها وهي للفائدة إن شاء الله. وأذكر أنه يعني واحدة من هذه الأمور، أذكر أيام المدرسة يعني مقرر وزارة التربية الإسلامية كانوا معطينا واحدة من هذه النصوص، يمكن ما كنا نفهم إحنا شنو المراد منها، لكن أنا أشعر أيضا بأن هذا النص اللي قاعد نتكلم عنه، الشيء اللي طلبه النبي، أيضا مثل ما حصل تلاعب في نص سابق درسناه وتوظيفه في قضية اغتيال، محاولة اغتيال الرسول، هني هم أكو نوع من حذف بعض المقاطع لتضييع المعنى وتضييع أيضا ما أراد النبي أن يوصله للناس وينبههم منه. خلينا نشوف في كتاب صحيح مسلم هكذا عن ثوبان، الحديث إلى أن يقول عن النبي صلى الله عليه وآله يعني، وإني سألت ربي لأمتي أن لا يهلكها بسنة بعامة، يعني بحيث مثلا زلزال ويهلك كل المسلمين، أو بركان ويهلك كل المسلمين، أو يصير خسف بالأرض ويهلك كل المسلمين عامة كلهم، مثل ما كان يصير في الأمم السابقة، يعني لمن الله يغضب عليهم يدمرهم كلهم يفنيهم، وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، يعني الله سبحانه وتعالى لا يسلط عليهم عدو خارجي. شنو يعني يستبيح بيضتهم؟ احتمال أن المقصود يكون يسيطر على ملكهم وينهي دولتهم، يعني خلاص ماكو شيء اسمه دولة إسلام، ماكو شيء اسمه إسلام ينتهي، أو بمعنى القضاء على الإسلام، بيضة الإسلام يعني أصل الإسلام، فالقضاء على أصل الإسلام، لا تسلط عليهم عدو من برا يقضي عليهم. لكن العبارة هنا شوية غريبة، وأن لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم، يعني إذا بينهون بعضهم خلي ينهون بعضهم،
لكن من برا لا يصير. هذا تعبير غريب يعني، مو معقول النبي يقول خلي يصير بينهم مو مشكلة لكن من برا لا يصير. هذا تعبير غريب، ولذا نشوف رواية ثانية تطرح النص بطريقة أخرى. وإن ربي قال يا محمد صلى الله عليه وآله إني إذا قضيت قضاءً فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك أن لا أهلكهم بسنة بعامة، وأن لا أسلط عليهم عدواً من سوى أنفسهم من غيرهم يستبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها، لو كل بشر الأرض يجتمعون عليهم ويقاتلونهم أيضاً ما راح يفنون المسلمين، راح يبقى الإسلام. أو قال يعني احتمال أن النص هكذا من بين أقطارها، لو الناس من بين أقطار الأرض أو اجتمعوا حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. شنو يعني حتى يكون يهلك بعضهم، حتى يكون بعضهم يهلك بعضا؟ يعني لما يصير هالشيء أن المسلمين بينهم يتقاتلون ذاك الساعة ممكن يجي أحد من برا ويفنيهم، أو أي أحد من برا ويسلط عليهم وينهي دولتهم، ولا المقصود أن هذا الشيء ما راح يصير؟ نعم بينهم يصير لكن من برا ما يصير. شنو المعنى المراد؟ بالنسبة لي ما أقدر أقرر، شوف الروايات الثانية شو تقول. إذن حسب هذا الخبر النبي سأل أمرين، طلب من الله أمرين واستجيب. الأمر الأول أن لا يهلك أمته بسنة عامة، والأمر الثالث ألا يسلط على أمة المسلمين عدوا خارجيا يفنيهم أو يفني دولتهم. إنزين، السؤال اللي طرحته هو هذا. نشوف الرواية الثانية أيضا في صحيح مسلم شلون طارح الخبر عن عامر بن سعد عن أبيه، احتمال هذا سعد بن أبي وقاص أنا أحتمل، وعامر أخو عمر بن سعد المعروف في كربلاء. عامر بن سعد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أقبل ذات يوم من العالية. إذن حسب هذا النص أن الطلب وين صار؟ في المدينة المنورة. ذكرون أمس شفنا إحنا خريطة المدينة، شفنا وين جبل سلع كان شمال غرب المسجد النبوي، العالية صاير جنوب المسجد النبوي، العوالي يسمونه الحين. زين، اللي هو تروحون هناك مشربة أم إبراهيم، هناك كان مولد إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وآله، وأكو كم معلم من المعالم موجودين هناك، يقولون أم الإمام الرضا مدفونة هناك، هاي منطقة العوالي اسمها أو العالية. فيقول أقبل ذات يوم من العالية حتى إذا مر بمسجد بني معاوية، هذيل أيضا من قبائل الأنصار مسكنهم العالية، هذه منطقتهم عندهم مسجد هناك. دخل فركع فيه ركعتين وصلينا معه ودعا به طويلا، ثم انصرف إلينا فقال صلى الله عليه وآله. إذن الكلام في المدينة المنورة بعد الهجرة. سألت ربي ثلاثا فأعطاني ثنتين ومنعني واحدة. إذن هذا غير الخبر ذاك، قال أنا طلبت ثلاثة مو اثنين، وواحدة منهم الله ما استجاب لي فيها. سألت ربي أن لا يهلك أمتي بالسنة، هني ما في كلمة عامة، يعني الله لا يهلك أمتي بمثل الخسف والزلزال وكذا. زين، هل المقصود كل الأمة مرة واحدة ولا جزء منهم؟ هذا هني العبارة مو واضحة، ولكن كلمة أمتي المقصود يعني أمة الإسلام، فيكون المؤدى واحد تقريبا. فأعطانيها، الله قال أنا ما أهلك. وسألته أن لا يهلك أمتي بالغرق فأعطانيها. هذا غريب، منو من الأمم هلك بالغرق؟ يعني إيش كثر تكررت هذه الحالة؟ هل القرآن حكى عن أحد من الأمم مثلا حصل فيها غرق؟ نعم ممكن أن نقول كان أكو شيء من هذا القبيل صار، مثل الآن يعني أكو دارج في الثقافة الغربية أطلانتس. أطلانتس على أساس أنها كانت مدينة وعامرة وكذا، وبعدين هلكت بالغرق، غرقت كلها بالماء راحت. فهل كان فعلا عند الناس قبل أكو من هذا القصص موجود، إن كان في أمة مثلا غضب الله عليها وأغرقها وأنهاها؟
طيب هذه أمة الإسلام، هل معقولة هي هل محدودية لصغيرة بحيث أن تغرق مثلا، ولا القصد منا مثلا الطوفان، طوفان النبي نوح عليه السلام اللي أغرق، يعني لا يتكرر هذا الطوفان يا ربي بحيث تقضي؟ احتمال أن هذا الأقرب يعني المقصود. وسألتها لا يهلك أمتي بالغرق فأعطانيها، هذا اثنين، وهناك في الحديث هذاك ماكو سيرة غرق. وسألته أن لا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها، هذا الشيء اللي ما أعطاني، قلت يا ربي لا تجعل بأس المسلمين بينهم بين بعض. هني نفهم شنو معنى الحديث ذاك اللي قال يا ربي شنو، لا تسلط عليهم عدو حتى يكونون اللي بينهم هم خلي يتقاتلون مو مشكلة، بس من برا لا. لا مو كذي القصة، إن النبي إذا صحت هذه الرواية إن النبي طلب إن لا يكون بينهم شنو قتال وفتن، خلي تكون أمة واحدة، لا يصير للي صار للمسيحيين، لا يصير للي صار لليهود، لا يصير للي صار للأمم السابقة من الفتن الداخلية والتفرق. لكن هذا الله سبحانه وتعالى شنو قال، هذا ما أقدر أعطيك إياه لأن هذا الأمر الناس أهما راح يتخذون في قرارهم. إذن ثلاث أمور ذكرناها. الرواية الثالثة في مسند أحمد بن حنبل، إن الله عز وجل عن النبي صلى الله عليه وسلم زوالي الأرض، زوالي الأرض يعني مكنني، يعني كأن لملم لي الأرض كلها بحيث شوفني إياها، زوالي الأرض. أو قال يعني النبي صلى الله عليه وسلم إن ربي زوالي الأرض، مو إن الله، إن ربي، يعني إما قال كذي أو قال كذي، زوالي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها. في رواية لا، مشارق ومغارب ما ستملكه أمتي، يعني الحدود اللي راح توصل لها دولة الإسلام الله ورى للنبي. وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوالي منها، هذا المقطع هذا موجود هنا، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوالي منها، هذا اللي وراني إياه، هذا كله الإسلام سيصل إلى هذه الحدود. وإني أعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، يعني الذهب والفضة. وإني سألت ربي لأمتي، يعني أعطيت الكنزين بهذا المعنى إن راح هذه الفتوحات أيضا راح يكون وراها مردود مادي. وإني سألت ربي لأمتي أن لا يهلكوا بسنة بعامة، ولا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم يستبيح بيضتهم. وإن ربي عز وجل قال يا محمد صلى الله عليه وآله إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد. وقال يونس الراوي الآخر، قال شنو الراوي شنو قال، طبعا مو الراوي المباشر، وقال لا يرد، مو فإنه لا يرد، إني إذا قضيت قضاء لا يرد، مو فإنه لا يرد. وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة بعامة، هذا أعطيتك إياه، ولا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم يستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بين أقطارها، لو كل العالم، أو قال من بأقطارها حتى يكون بعضهم يسبي بعضا، وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. هذا المقطع اللي يبدو ما يعني اقتطع من بعض النصوص وما نلقاه هناك، وهو تنبيه النبي صلى الله عليه وسلم على نقطة شنو، يعني حسب الخبر أن الله يقول له هذا الشيء، شنو هذا، والنبي ينقله للناس، شنو هذا الشيء؟ أن ذاك الافتتان الداخلي والاقتتال الداخلي راح يكون بسبب الأئمة المضلين، راح يكون بسبب ناس يوجدون في مقام القيادة وهم اللي راح يسوون هذا الشيء، هم اللي راح يفتتون عضد الأمة، هم اللي راح يخلقون حالة الشيع والفرق والاقتتال بين المسلمين والفتن بين المسلمين. وإنما أخاف على أمة الأئمة المضلين. طبعا هذا ما يروق للبعض أن ينحط هذا النص فراح ضيعوه من بعض النصوص. وإذا وضع في أمة السيف لم يرفع عنهم إلى يوم القيامة، يعني إذا بدأ خلاص راح يستمر،
إذا حافظوا على تكتلهم وانسجامهم الله يبارك لهم هذا الشيء، لكن متى ما بدأ ما رح يوقف، ولا تقوم الساعة حتى يلحق قبائل من أمتي بالمشركين، حتى تعبد قبائل من أمتي الأوثان. في ناس راح يرتدون، في ناس راح يصير عندهم ممارسات شركية. وإنه سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم. احنا شفنا يعني هذا